خلينا نحضر التقرير سوا. منذ إنشاء محطة إيعات لتكرير مياه الصرف الصحي عام 2008 وهي مصدر للروائح الكريهة في قرى قضاء بعلبك، لكن الأخطر هو ري المزروعات بالمياه الآسنة. مدرسة الراهبات اللي فيها حوالي 400-500 طالب هونيك، شفتها كيف حدودها، ما عاد فيهم يعني طلاب تلاميذ. اوقات بيوصل بالصيف وقت تكون في حراره قويه بيختنقوا من هذا من الريحه، يعني ما عاد بيقدروا يقعدوا، بيضطروا الراهبات يفرلون على بيوتهم تمشين تتخف الروائح الكريهه. عشرات الاعتصامات نفذها أهالي دير الأحمر وإيعات وشليفة وابتدعي منذ أكثر من 10 سنوات، وناشدوا المعنيين قولا وكتابة من دون أي آذان صاغية. هوني كان على حدود الكنيسة عاملين براج، عاملين السحاب مشان ما يخلوا المي تقطع لعندهم. وين عن تغمر أراضي زراعية بسهل دير الأحمر. نحن مشان ما يصير في خلافات بين دير الأحمر والكنايسة تركين الأمور مثل ما هي، تشوف لربا تجي شي جهة شي حدا مسؤول يعالج هالملف بالشكل اللي لازم يتعالج فيه، بس مع الأسف ما في شي. وكما في إيعات كذلك في البترون، وبسبب عدم توافر المال والمازوت أوقفت محطتا ضخ الصرف الصحي في البترون والهري، وفاضت المجارير على الطرقات قبل أن تعود وتحول إلى البحر بلا أي معالجة. هيدي مجارير البترون الواقعة تحت الطريق اللي بتمرق عبر أساطير منطقة البلاغي، اللي في محطة هونيك بتسحب المجاري مية المجارير بتحطها بالخط الرئيسي رايحة محطة التكرير الرئيسية بسلعة. هيدي المحطة وقفت لأنه ما في مازوت يدوروا المولات ويشغلوا الترمبات، لذلك طلعت مية المجارير أولا على المينا من بعض الرجانات وتلت منطقة المينا بعدة موانع. فأين المعنيون من هذه المجزرة البيئية والصحية؟ إذا رياض، باختصار يلي شفناه بهيدا التقرير هو بإعاد باب علبك عم نشوف ري المزروعات بمياه الصرف الصحي، وطبعا الروايح يلي هي منذ 2008 حتى اليوم مستمرة، وبالبترون شفنا أنه بسبب وقف كل المضخات والتوقف عن العمل عم نشوف الصرف الصحي صار رايح على البحر مباشرة، وهيدا الشيء اللي أكدوه كل المعنيين بالدولة، ولكن ما عندهم حل لأنه ما في مصاري. عمره ما حدا يسبح، عمره ما يكون في صحة، ولا عم نحكي عن بيئة لا سمكية ولا غيرها. كل هيدي الثروة اللي معروفة فيها البترون هي مهددة اليوم، بعدنا قادرين نعمل شيء. لهيك نحن اليوم عم نطلق هيدي الصرخة، إن كان كرمال بعلبك وإن كان كرمال البترون، وأيضا كل المناطق اللبنانية رح نتابعها. نرجع يعني طبعا فريق يسكت حكم الفاسد والوحدة الاستقصائية بيكونوا عم بيتابعوا بكذا منطقة أخرى. مبسوط إنك مرتاح مني ها؟ لا يا عم بلا. خلينا نشوف مخرج لو سمحت اللابتوب لحتى نكون عم فرجيكم باختصار بس عن إيعات، لأنه ما بقى معنا كتير وقت. منشوف أنه حضرة محافظ بعلبك الهرمل، هيدا الكتاب يعني هيدا الكتاب في منه كذا كتاب من 2012-13 لحديت 2020. رح نفرجي كتاب واحد بشوف سعادة المحافظ بصفتكم الرئيس الأعلى لكافة الوحدات إدارية إلى آخره، وبعيدا عن مرأى وسائل الإعلام التي قد تسيء إلى سمعة ونظافة المحاصيل الزراعية في سهل بعلبك، نناشدكم التدخل المباشر لإيجاد حل ومعالجة سريعة لهذه المشكلة البيئية من كف هيدي ب 2/2/2020. إذن كل الملاكين والمزارعين المتضررين والتعاونيات الزراعية بإعاد شليفة بتدعي دير الأحمر والكنيسة ببعلبك، شو عم بيقولوا؟ عم بيقولوا أنه نحن بعيدا عن الإعلام عم نخبرك يا محافظ أنه شو فيك تعمل لحتى تحمينا صحيا وتحمينا بيئيا لحتى ما نضر بصيت الزراعة في
في هذه المناطق يعني كلها. نحن ما بدنا نضر كإعلام بهذا الصيت، ولكن من 2-2-2020 لليوم 3-2022 شو عملت يا حضرة المحافظ الكريم وكل المعنيين بهذه الدولة اللبنانية؟ شو عملتوا بعد المشكلة على حالة؟ وشفنا بالتقرير، لأنه هذا التقرير مصور عن جديد، شو قدرتوا تعملوا؟ ما قدرتوا عملتوا شيء. للأسف دائما نحن ما منحب نكون عم نسيء لحدا. نحن عرفنا أنه هيدي الورطة صايرة وهيدي المصيبة صايرة والمجزرة الصحية صايرة منذ سنوات، ما بقى فينا إلا ما نحكي فيها على الإعلام. لعله بتستحوا وبترجعوا، لعله بتستحوا وبترجعوا بتعملوا أي شيء. بما خص البترون، شفنا مثل ما قلت أنا محطة الضخ اللي هي توقفت عن العمل والصرف الصحي على البحر، لحتى ما ناخد كتير وقت، مباشرة معي المتعهد جوني كيروز، وأنا بدي أشكره أنه وافق يطلع معنا بهيدا الاتصال لحتى يكون عم بيحكي مباشرة على الهواء كل تفاصيل هذه القضية. يعطيك العافية. مساء الخير أستاذ. مساء الخير ويعطيك ألف عافية. الله يعافيك. أنا بدي استفسر منك هيك سريعا بس، خبر المشاهدين بكل وضوح لو سمحت، كيف الصرف الصحي وكل المجارير عم بتروح مباشرة على البحر بالبترون؟ حضرتك المتعهد يلي لك علاقة بمحطات الضخ، صحيح؟ صح. إذا بتعطيني دقيقة أو نص دقيقتين بشرح لك كل الموضوع من أوله لآخره. الهوى إلك، تفضل. نحن أول شيء بدي أعطيكي فكرة عن شبكة المجرير بالبترون والضيعة اللي بتخدمها. نحن لأنه نحن بلشنا المشروع، نحن ركبنا الشبكات. طول الشبكات إذا بدك نحن منافسين بحدود 100 كيلومتر شبكات و1300 وصلة منزلية. بالإطار في لست محطات اللي هلا نحن عم نحكي عليهم وهن موضوع المشكلة. إذا بدي في 4 محطات مباشرة على البحر، وفي 2 بعبرين يلي هي منطقة على بوسط البترون. نحن هاي المنظومة بتخدم اشمالا بتجيب المجرير تبع 7 ضياع بالاضافة لمدينة البترون. هلا نحن وقت اللي خلصنا المشروع المد والمحطات، شغلنا المحطات خلال 3 اشهر بفترة تجريبية، فكان صار في استلام مؤقت بسموه، بشوفوا انه المحطات مشيت، بيرجعوا عطونا كونترا على سنه مشان يلي هي اذا بدك هيدي الفتره ضمانه. يعني نحن كل المشروع من النوع بده سنه ليتاكدوا انه كل شيء ماشي. هالفتره السنه عطونا اياها بكونترا تشغيل. هذا الكونترا بينتهي كان بال 2020. من ال 2020 خلص الكونترا، بيرجع بيطلب منا مجلس الماء والعمار انه كفوا الشغل، لانه مبدئيا مصلحه مياه لبنان الشمالي ما قبلت تستلم، وعم ننسق مع مصلحه المياه مشان تيستلموا هالمحطات على اساس انه 6 اشهر تنشوف شو بدنا نعمل. صار 6 اشهر، كل ما نوصل على 6 اشهر اللي عم يتعوا يستلموا هالمحطات يرجع مجلس الماء والعمار يعطينا يودي لنا مكتوب بمتابعة العمل. طيب في السنة الماضية بأولها يعني بأول 2020 صار في اجتماع مع رئيس المجلس، معالي الوزير ميشيل غجر، وزير المالية بوقتها غازي وزني، وانطرح الموضوع. وكنا مش أن احنا بس كبترون، لأنه في المشكلة بعدة مناطق. صحيح. ذات الشيء عدة مناطق.